الصخره الصخره هاد المبادره مشكوره ديال اعوان السلطه يصيبوا لنا هاد الوثيقه باش نخرجوا الصخره، الا كان شي طبيب ولا شي حاجه باش نعاونوا راسنا. إيه كنا في الديور ديالنا وجاو دقوا علينا وخرجنا وعمله مزيانه، صيبنا الوثيقه اللي باش نخرجوا، صيبوا لنا كلشي المسائل ديالنا. والخروج غيكون غير الضروره ضروري، إلا كان شي صخرة ولا شي الله يحفظ شي مرض ولا شي حاجة ضروري نخرجوا بهاد الوثيقة هادي. أولا كنشكروا السلطات المعنية اللي ديبلاصاتنا عندنا حتى العمارة، الحمد لله عطاونا الوريقات اللي غادي نحتاجوا في حالة ما إذا الواحد احتاج أنه يخرج لقضاء اللوازم ديالو اللي هي واجبه من ناحيه ديال الادويه في التطبيق، ولا من ناحيه ديال الاكل والشرب، ولا من ناحيه ديال العمل، الناس اللي غادي تحتاج انها ديبلاصا خارج المنزل. وطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا يعني السكان تاهما يبداو النداء بالنسبه للاوامر العليا اللي جات، على حسب انهم يلتزموا السكن ديالهم انهم ما يخرجوش. وكنتمنوا ان شاء الله الامور تدوز بخير وعلى خير، وحنا عندنا كامل الثقه ان شاء الله في السلطات وفي المصالح المختصه. نشكروا السلطات اللي قاموا بالاجراء هذا، اللي بغى يخرج من هذا كيعطيو الوريقه باش كينقل، اللي عنده ضروري يخرج راه كيقضي الغرض ويخرج، واللي ما عندوش من الاحسن يبقى في دارو. يعني كتبقى وثيقه اللي مهمه بالتسوق، ولا اللي غادي يخرج ضروري يخسر الوثيقه على شي سبب ما.